بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، أهلا بيكم، حلقة جديدة من رومنتادا على شاشة قناة المحور. أكيد في البداية دي فترة الانتقالات ما بين الموسمين، بين كل موسم وموسم، أو في فترة انتقالات الشتوية بتبدأ بقى الأندية من قبلها بشوية بتدور وتشوف إيه الاحتياجات اللي محتاجها كل فريق. كل نادي عنده لجنة كرة، عنده لجنة تعاقدات أو مدير تعاقدات، بيقعد يسأل مع المدير الفني. لو المدير الفني ده مكمل للموسم الجديد أو لو مدير فني جديد، دايما المدير الفني بيبقى حابب وبيبقى شايف ايه الاحتياجات اللي محتاجها في كل مركز مختلف. النهارده هنبدا على سبيل المثال بالنادي الاهلي، والنادي الاهلي زي ما انتم عارفين طبعا بعد الانجازات الكبيره اللي حققها السنه دي، دوري ابطال، دوري، كاس، سوبر، بسم الله ما شاء الله، حدث ولا حرج، ماشي بخطى ثابته جدا، بيبقى عنده يعني بعض الامور اللي بالنسبه له اللي هي مهمه جدا، اللي يبقى شايفها بالنسبه له، اللي هي تعاقد راس حرب على اعلى مستوى، تعاقد مثلا على جناح مميز جدا. لكن اللي هنبدأ بيه والخبر اللي هنبدأ بيه اللي هو طبعا نجم النجوم أحمد عبد القادر، ده واحد من أبناء النادي الأهلي، كان موجود في ناشئين النادي الأهلي وبعد كده راح للتشيك، ومن التشيك تألق ثم عاد مرة أخرى إلى النادي الأهلي، والنادي الأهلي أعاره لسموحة، تألق مع سموحة وقدم أوراق اعتماده بشكل مهم جدا، ثم عاد مرة أخرى مع النادي الأهلي. الراجل بيأدي أداء مميز جدا. يعني الخبر بيقول إن الأهلي بيدرس عروض، هو كان قبل كده كان عنده عرض من فريق روسي، وأنا شايف إن أحمد عبد القادر واحد من لاعبي المهمين جدا في الفترة الجاية مع النادي الأهلي، مشاركة النادي الأهلي في السوبر الأفريقي، مشاركة الأهلي في دوري الأبطال، مشاركة الأهلي في الدوري، في كأس مصر، بعد كده لو في إن شاء الله كأس العالم للأندية. أمور كبيرة جدا، الأهلي محتاج لاعب بحجمه وقيمة وقامة أحمد عبد القادر. هو في هناك عرض، وعبد القادر بيؤجل حسم طبعا بالنسبة له، وهيشوف إيه العروض اللي بالنسبة له اللي ممكن تبقى مناسبة له. هل بعد الأزمة الأخيرة اللي حصلت وبعد التويتة اللي حصلت وبعد كده موضوع تابع رحيل سيد عبد الحفيظ ورده على بعض المواقع والجماهير والأمور اللي حصلت في الفترة الأخيرة، هل دي ممكن تبقى بداية يعني عبد القادر مش موجود في النادي الأهلي؟ أنا شايف لو إن خروج عبد القادر من النادي الأهلي بسبب حاجة زي كده، شايف إن دي ما فيهاش احترافية. ده لو عشان بس الناس ما تقولش الكلام، لما بنقول كلمه بنقول راي بتلاقي 100 واحد بيعلق وبيبقى زعلان وبيبقى فيه هجوم. لا، هل التويته دي تحديدا او المشكله اللي رد فيها عبد القادر على الجماهير، وطبعا الجماهير دي هي السند الاول والاخير للنادي وللاعب، لكن برضو اللاعب عنده قدرات وعنده طاقات، عنده انه برضو راي لازم يقوله. انا عمري ما شفت حد في الدنيا انه ممكن يبقى فيه حجر على انك انت تقول رايك، لا قول رايك بس بما لا يتعارض مع مبادئ ناديك، بما لا يتعارض مع لوائح ناديك، بما لا يقلل من قيمتك واهميتك وعلاقتك الجميله مع جمهورك الكبير. ولو اتكلمت على جمهور النادي الاهلي حدث ولا حرج، بسم الله ما شاء الله، جمهور كبير، جمهور عظيم، حاجه يعني تفرح وتشرح، زي جماهير برضو الزمالك، زي ما جماهير الفرق الجماهيريه الكبيره اللي موجوده عندنا، بسم الله ما شاء الله. لو شفنا جماهير النادي المصري في 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 نهائي كاس الرابطه والدور قبل النهائي امام فيوتشر والنهائي امام سيراميكا، لو شفنا مباراه الاهلي في كاس مصر المصري امام الاهلي في كاس مصر، لا شفنا الاسماعيلي قبل كده بأداء مميز جدا وجماهيره اللي بتسانده.